بسم الله الرحمن الرحيم. السكشن بتاع النهاردة بيتكلم عن موضوع اسمه شيك ستريسز اون ريفت، أو تحقيق إجهادات التربة أسفل الأساسات السطحية. وليه بقول أساسات سطحية؟ لأن أنت المفروض هتدرس كمان تحقيق أحمال الخوازيق في الأساسات العميقة. طيب، إيه قصة الموضوع دوت؟ الحقيقة الموضوع دوت مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هو أول خطوة عمليا أصلا بتعملها لما بتيجي تبدأ في تصميم الأساسات. يعني خلاص أنت وصلت للأساسات، فاضل لك الأساسات هي اللي بتصممها. فبتبقى في 3 خطوات كده رئيسية بتمر بيها. أول خطوة إنك تختار أصلا أبعاد اللبشة، وتشوف بقى تقدر تعمل رفرفة لو أنت عندك شارع، ولا ما تقدرش تعمل رفرفة لأن عندك جار، وهكذا. ففي أبعاد للبشة معينة بتبدأ تعملها، تبدأ تعمل تحقيق إجهادات. دي أول خطوة، تحديد أبعاد اللبشة أو اختيار أبعاد للبشة وتحقيق الإجهادات. تاني خطوة إن إحنا بنحدد سمك اللبشة. ما تكتبش الكلام دوت، كلام سهل. بنحدد سمك اللبشة اللي يوفي الشير، واللي يوفي البانشنج، واللي يوفي العزوم، كأنك بتصمم قاعدة عادية خالص. ثم تالت خطوة إنك تحسب حديد التسليح وتحسب الإضافيات. فالفكرة هنا إن السيكشن دوت بيناقش أول خطوة، فدي خطوة مهمة جدا ولازم تسيف معاك وإنت بتصمم. زي ما إحنا متعودين، خلينا نستعرض عناوين المواضيع اللي هنتكلم فيها في السيكشن. أول حاجة هناخد مقدمة، تاني حاجة ازاي بنحسب حاجة اسمها الكيو الاوابل، تالت حاجة ازاي بنحسب حاجة اسمها الكيو اكشوال، وهندخل على طول بعدها في المسائل. السكشن بتاع النهاردة جميل جدا على فكرة، السكشن مش صعب، بس الفكرة انه طويل شوية، بس علشان اغطي معاك المسألتين، الـ3 مسائل. يعني هما مسألتين وفكرة، او نقدر نقول 3 مسائل، بلاش نقول فكرة دي لأن هي مش فكرة يعني. فعشان أحل معاك الـ3 مسائل هحتاج وقت شوية. فنسمي اللجنة مع بعض كده ونبدأ ونقول يعني إن شاء الله إيه، إن شاء الله السكشن يبقى لذيذ. وهو عموما موضوع الشيك ستريسز ده من المواضيع الجميلة في الديزاين أصلا، لأنه عاوز مهندس هتلاقي نفسك بتفكر بعد كده وأنت بتصمم اللبشة في نقطة إنك بتحدد أبعاد اللبشة وبتعمل الرفرفة. يعني الكلام ده هيبان دلوقتي. خلونا نبطل رغي وندخل في صلب الموضوع. أنا عاوز أحقق إجهادات التربة أسفل الأساسات السطحية، أو عاوز أعمل شيك ستريسز أون رافت. فالسؤال هو يعني إيه أصلا تحقيق إجهادات التربة؟ فقال لك يا باشمهندس، تحقيق إجهادات التربة يعني الآتي، يعني إن أنت عندك إجهادات فعلية جاية من الأحمال اللي جاية من المنشأ، بنسميها كيو أكشوال. الكيو أكشوال ده رقم، وبيبقى عندي رقم تاني اسمه الكيو اللوابل، ده اللي التربة أصلا تقدر تشيله. بالمنطق كده يا باشمهندس، المفروض إن الإجهاد اللي جاي من الأحمال اللي هو الكيو أكشوال يكون اقل من او بيساوي اللي التربه تقدر تشيله عشان ما يحصلش انهيار. يعني وبالتالي لازم الكيو اكشوال دي، لازم الكيو اكشوال تكون اقل من او بتساوي الكيو الاوبل. قال لك بس ثانيه واحده، انا معلم لك على حاجتين بالاخضر. الكيو اكشوال دي انت قلت لي هي الاجهادات الناتجه عن احمال المنشئ، بس هعلمك النهاردة إن لحالات التحميل المختلفة. إحنا كبرنا وما بقيناش بنصمم فيرتيكال لود بس يا باشمهندس. أمال إيه؟ ده أنا لسه واخد في الخرسانة أحمال الزلازل والرياح. بدأت أصمم المنشأ تحت تأثير الأحمال العرضية الأفقية. فعلشان كده كتبت لك في حالات تحميل مختلفة هفهمها لك دلوقتي. تاني حاجة معلم لك عليها،
عند منسوب التأسيس الكيو الاول يا باشمهندس اللي هي اللي التربه تقدر تشيله، بقول لك بس ملحوظه هتفهمها وهتثبت دلوقتي، ان كل ما منسوب التأسيس بيختلف كل ما قيمه الكيو الاول دي بتختلف. يبقى انت تبقى عارف ان الكيو اكشوال دي ليها حالات تحميل، فهتختلف من حاله تحميل للتانيه، والكيو الاول اللي التربه تقدر تشيله بتختلف كمان كل ما منسوب التأسيس يختلف. خلاص، دي معنى كلمة تحقيق إيجادات يا باشمهندس، إن الفعلي يبقى أقل من المسموح بيه. طيب، إيه حالات التحميل بقى اللي أنت بتقول لي عليها دي يا باشمهندس؟ قال لك أول حالة الحالة الطبيعية اللي لغاية سنة رابعة أصلاً كنا بنصمم عليها، إن أنت شغال على أحمال رأسية بس. فلنفترض ان دي اللبشه بتاعتك مربعه او مستطيله او ايا كان شكلها. طبعا احنا علشان بناخد سيكشن عايزين نفهم بس فكره الموضوع، فبناخد دايما اللبشه مربعه مستطيله شبه منحرف، اشكال مميزه سهله. لكن طبعا في الواقع العملي اللبشه اللي هتعملها ممكن تاخد اي شكل، مثلث، حاجه بالمنظر ده. يعني في الواقع العملي اللبشة مش شرط تكون شكل منتظم هندسي بالمنظر ده، لكن بنقول ان ده عشان نتعلم الموضوع. طيب، فقال لك لما بنيجي نبص على اللبشة سي ان هي مثلا مربعة كده بالشكل ده، ويبقى دي محاور اللبشة، المحاور اللي بتمر بالسي جي بتاع اللبشة، وعندك النقطة السمراء ديت هي محصلة الأحمال الرأسية، وبيبقى في مركزية بنسمي المسافة دي، أو لا مركزية أنا آسف، يعني في إكسنتريستي إي إكس، إكسنتريستي في اتجاه إكس، وبنسمي المسافة دي إي واي، إكسنتريستي في اتجاه واي. طيب، دي اللي هي حالة الأحمال الرأسية. طب والحالة التانية؟ قال لك الحالة التانية بقى إن يبقى عندك أحمال عرضية في اتجاه محور إكس إكس، يعني مع الأحمال الرأسية والنقطة السمراء اللي موجودة دي، آجي في الإليفيجن ألاقي إن في حمل أفقي بيزق المبنى، في هنا حمل أفقي أهو مثلا بمية طن أو أيا كان قيمته بيزق المبنى. لو جيت على اليمين احطه على البلان هتلاقيه موجود هنا بالظبط، يبقى ده ال 100 طن دي في البلان، وال 100 طن هنا اهي في الاليفيجن. حمل جانبي يا باشمهندس جاي عايز يزق الايه؟ المنشا. فالحمل ده بالبلدي لو انا بصيت على الاليفيجن هيعمل عزمه على اللبشه بالمنظر ده، يعني عايز يضغط هنا في المنطقه ديت العزم ده، وعاوز يشد في المنطقة ديت العزم ده. يعني اذا واضح كده يا باشمهندس ان وجود الاحمال العرضية هيأثر في قيمة الكيو اكشوال زي ما انا اتفقت معاك. تالت حالة ان يبقى معايا احمال رأسية، والمرة دي الاحمال العرضية في اتجاه محور واي واي. يعني ايه في اتجاه محور واي واي؟ يعني في الاتجاه ده، بدل ما ال 100 طن جاية في اتجاه اكس اكس تيجي في اتجاه ايه؟ واي واي. طب سؤال يا باشمهندس، هل في حالة تحميل رابعة نقدر نقول فيها أحمال رأسية وأحمال عرضية في اتجاه إكس إكس وأحمال عرضية في اتجاه واي واي الاتنين سوا؟ أقول لك لأ، مفيش حالة بدرس فيها أحمال الزلازل في الاتجاهين. دي معلومة أو ملحوظة صغيرة، تكتبها ما تكتبهاش، المهم تبقى فاهم إن ما ينفعش أعمل تحقيق للإجادات للزلزال في الاتجاهين، هو الاتجاه ده على حدة والاتجاه ده على حدة. تمام، تعالى بقى ندخل بمنتهى البساطة زي ما أنا كنت قايل لك في العناوين، أنا دي المقدمة، وقلت لك إن الموضوع عبارة عن كيو أكشوال وكيو ألاوبل، ده موضوع السكشن بتاع النهاردة أصلا. عايزين نعرف بقى إيه الكيو ألاوبل المسموح بيه ده، أحسبه إزاي؟
والفعل احسبه ازاي وشكرا، ونخش على المسائل هتلاقيها اسهل ما يمكن. بس نفهم الاساس العلمي لان ده اهم حاجه، والكلام ده انت اكيد خدته في المحاضره، انا بس بلخصهولك. ايه الكيو ال اول ده يا باشمهندس؟ ده الاجهاد الامن الكلي اللي التربه تقدر تشيله. زمان في اول سيكشن قلت لك ان ده الاجهاد الامن الكلي اللي التربه تقدر تشيله عند منسوب التاسيس. وعند منسوب التاسيس دي مهمه قوي في التعريف، لان كل ما بيختلف منسوب التاسيس ايه اللي بيحصل؟ المسموح بيه ده هيعلى او هيتغير. طيب زمان في اول سيكشن قلت لك، لو افكرك كده بسرعه، انا بحسب ازاي قدره تحمل التربه. قلت لك اللي انا بحسب كيو التيميت الاول من معادله الكود المصري. لو عاوز تكتب تذكر اكتب كده تذكر، واكتب معايا اللي همله لك ده. قلنا ان في اول سيكشن كنا بنحسب الكيو الابل نت بالطريقه دي. اولا بنحسب الكيو التيميت من معادله الكود المصري، ثم نحسب الكيو التيميت نت. حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الكيو التيميت يا باشمهندس ونطرح منها الجاما سويد ديبس فاونديشن. بعد كده كنا بناخد الكيو التيميت نت نقسمها على فاكتور اوف سيفتي اجيب كيو الاول نت. انا بفكرك يا باشمهندس، انت لو مش عايز حتى تكتب الكلام ده ما تكتبوش، ده تذكر بس لنفسك انت. فالكيو التيميت نت بقسمها على فاكتور اوف سيفتي كنا بناخده من 2.5 او من 2 ل 3، قول 3 يا سيدي، يديني الكيو الاول نت. كان تعريف الكيو الاول نت ده هو الاجهاد الامن، لان في معامل امان، والصافي. وقلنا كلمه الصافي دي معناها ان انا بالبلدي كده لو بقول ان التربه عند منسوب التاسيس هتشيل فوق دماغها ردم وحمل عمود، فالصافي دي معناها ان انا عايز اعرف هي تقدر تشيل حمل عمود كام، ماليش دعوه بالردم. الكيو الاول نت ده اهي هي اللي بتبقى معطى في تقرير التربه. تقرير التربه لما بيجي يديك جهد التربه او المسموح بيه بيديك كيو الاول نت الامن الصافي المسموح بيه. ودي معلومه على فكره مهمه جدا، وبالتالي حتى لو انت ما كنتش بتكتب معايا دلوقتي هقول لك اكتب المعلومه دي، هتاخد من كيو الاول نت دي سهم وتكتب لي عليها معطى في تقرير التربه. في 99% من تقرير التربه كيو الاول نت هي اللي بتبقى معطى. فبرضه زمان قايل لك ان خلاص اذا كان ده حمل او الاجهاد اللي تقدر تشيله التربه من حمل العمود بس، وانا عايز احسب الاجهاد الكلي اللي تقدر التربه تشيله، يبقى اجمع على العمود وزن الردم. فلما اجمع على العمود وزن الردم ايه اللي يحصل؟ او وزن التربه، يديني الاجهاد الكلي اللي التربه تقدر تشيله. كلام قديم يا باشمهندس، الجديد اللي فيه بس ان انا بقول لك ان الكيو الاول نت دي اللي بتبقى معطى في تقرير التربه، مش الكيو الاول. طب ايه بقى المشكلة يا باشمهندس؟ قال لك لما نبص على الرسمة اللي قدامك دي، ده منسوب التأسيس، هتلاقي ان التربة عند منسوب التأسيس شايلة فوق دماغها خرسانة عادية بسمك تي بلان كونكريت، وخرسانة مسلحة بالسمك بتاعها، وطبعا لو مفيش بدروم هاردم بسمك تي فيل
وبعد كده هعمل الدكة بتاعت الأرضية، دكة الأرضية بتاعت الأرض بتبقى في حدود 15 سنتي من الخرسانة العادية. الأوزان والإجهادات اللي هتنتج عن الأحمال دي يا باشمهندس نازلة على نافوخ التربة على طول مباشر. كل اللي علمتلك عليه ده نازل مباشر على التربة، مش جاي بقى من أعمدة والأعمدة نازلة على اللبشة واللبشة نازلة على التربة. لأ، كل اللي علمتلك عليه الأربع حاجات دول بما فيهم كمان اللايف لود اللي موجود على الأرضي اللي هو اللي متعلم عليه ديستريبيوتد لود ده، كل ده نازل مباشر على نافوخ التربة. فدي تعتبر إجهادات. فإذا كانت مثلا الإجهادات دي بتلاتة والتربة الكيو الاول بتاعها اللي بتقدر تشيله 10، يبقى التربة تقدر تشيل توتال 10، والشوية دول كانوا بتلاتة، يتبقى لك إن التربة تقدر تشيل من المنشأ العلوي من فوق، تتبقى لك إن هي تقدر تشيل 7. يبقى علشان أعرف التربة تقدر تشيل قد إيه من فوق، لازم اطرح التلاتة دي من العشر، لازم اطرح شوية الاجهادات دي والاوزان ده هي من العشر. فمن هنا يا باشمهندس قال لك خلاص، يبقى الكيو الاوبل هي صحيح الكيو الاوبل نت زائد جاما سونيك ديبس فاونديشن، ده اللي انا عارفه اصلا، بس في شوية اوزان جاية على راس التربة على طول لازم اطرحها، لازم اقول ان ده هيقلل اللي التربه تقدر تشيله من المنشأ فوق. جاما بلانك كونكريت في تي بلانك كونكريت ناقص جاما رينفورسد كونكريت في تي رينفورسد كونكريت ناقص جاما ساند في التي فيل اللي هو الردم اللي هنا ده ناقص جاما بلانك كونكريت في تي بلانك كونكريت اللي هي المره دي دكه الارضيه بتاعه الارضي ناقص اللايف لود اللي في الارضي. دي اصعب حاجه في السكشن النهارده. انت لو فهمت المعادله دي جت منين زي ما انا شرحتها لك وزي ما انا متاكد شرحت لك في المحاضره، خلاص انت كده معلم في موضوع الشيك ستريس. حد عنده سؤال؟ طيب جميل باشمهندس جدا. بس تمام تمام هو في بس رائد سمير، هو النور بيقطع عنده حد 4 على طول، هو مش عارف يدخل خالص. مين؟ رائد سمير المنشاوي. ماشي خليه ماشي ماشي، خدت اسمه هندسه رائد سمير، شكرا يا هندسه. بأكد بس على ان هو يسمع سيكشن لانه مهم، نقطه الغياب ما يقلقش منها يعني. هو اللي بتاعت ايه يا باشمهندس؟ اللي بيسأل يقول ايه؟ بيقول ايه؟ حد كان بيسأل. يا باشمهندس طب اللي عامل ان ميوت عامله ليه؟ طيب ايوه اتفضل. اتفضل معاك. معلش ال ال بتاعت ايه؟ ال ال دي ال دي اللي هي اللايف لود اللي هو الحمل الحي اللي موجود على الارض. تمام تمام. طيب بما ان بقى كل الناس فاهمه الجزئيه دي، باشمهندس هو احنا بنشيل الحمل الحي ليه؟ ما هو الحمل الحي ده برضه زي ما انا قلت لك نازل على نفخ التربه على طول، بيتنقل يعني نازل رأسي كده على طول. كل الأوزان اللي أنا اديتها لك ده أهي، جيت لما بتيجي تصمم سقف، السقف المفروض بيدي للقمر والقمر بيروح يدي للأعمدة والأعمدة تدي للبشة واللبشة تدي للتربة. تمام. الأرض ده بقى الحمل الحي بتاعه ما بيروحش للأعمدة في حالة إن مفيش بدروم، زي ما أنا عامل لك كده الرسمة بتاعتك دي نازل على طول على التربة. تمام. بس بطرحها على طول من الكيو ال لاب. تمام شكرا يا باشمهندس. عفوا.
طب يا باشمهندس، هو انا ما خدتش ليه تشطيب اللي هو الوش بتاع البدروم ده اللي هو الارض بتاع التشطيب؟ اه في ناس بتعمل كده على فكرة. يعني انا عايز اقول لك انا في الديزاين اوقات بعمل كده، يعني لو انا يعني معايا قيمة فلور كفر عالية اوقات بطرحها من المعادلة دي، باجي جنب اللاين فلوت دي اطرح منها فلور كفر، وللعلم برضو للشيء عشان بقى لو انت عايز تعرف، وبطرح كمان احمال الحوائط. انت عندك حوائط هنا في الارض دي، ايوه. فكل دي احمال ممكن تطرحها عادي جدا من المعادلة دي. بس احنا المعادلة دي هي دي الصورة الشائعة اللي احنا بنستخدمها يعني. طب سؤال كمان بس معلش، في لما انا كنت غيرت ان انا يعني لما عملت بدروم في فسايب معايا كان بيسيب معايا زياده في لسه بقى البيولو. هنتكلم في قصته دلوقتي، لسه جاي دلوقتي. كنت لسه خلاص ماشي هندخل في البدروم، لو لقيت ان انا ما جاوبتش على سؤالك اسألني بعد ما اخلص البدروم. ماشي. ماشي يا هندسة. طيب نمسح بس الحبر ده. المعلومات دي بس معلومات سطحية جدا، بس لازم تبقى عارفها، وهي موجودة في كود الأحمال. الحمل الحي اللي هو اللايف لود اللي موجود على الأرضي اللي موجود في المعادلة، لو الأرض كان استخدامه دور سكني، المفروض إن السكني في كود الأحمال باتنين من عشرة طن على المتر مربع. 2 من 10، الكلام ده أنت المفروض أصلا من كتر الاحتكاك بيه المفروض بتحفظه يعني، ما عدا في البلكونات والسلالم والمطابخ والحمامات بيرتفع شوية الربح. فالمهم يعني احنا في شغلنا هنا في الاساسات هنثبت ان اللايف لود، لو انا قلت لك ان الارض استخدامه كدور سكني هنثبت ال 250 او اللي هي ربع طن على المتر المربع. ده جاي منين القيمه دي يا باشمهندس؟ جايه من كود الاحمال. لو الارض استخدامه محلات، اللايف لود بيبقى نص طن على المتر المربع. لو الارض استخدامه مخازن، اللايف لود بيبقى طن على المتر المربع. طبعا الكلام ده كله مهم، بتشوف استخدام الدور الارضي عندك في المشروع بتاعك استخدامه ايه، وعلى اساسه بتحط قيمه اللايف لود من كود الاحمال. معلومه سهله. لو الكيو اكشوال اقل من الكيو الاول او تساوي الكيو الاول، المساله سيف. ولو الكيو اكشوال اكبر من الكيو الاول، يعني الفعلي اكبر من المسموح به، يبقى طبعا المساله انصيف. طبعا انا لسه ما اتكلمتش معاك ازاي تحسب اصلا الكيو اكشوال، جايه في الطريق دلوقتي. بس احنا بنقول ان احنا عرفنا نحسب الكيو الاول مبدئيا في حاله عدم وجود بدروم. طب السؤال ايه الحلول بقى يا باشمهندس لو المساله بتاعتي طلعت انصيف؟ هو الحقيقه في حلول كتير قوي 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 يعني، بس هي يعني اشهر الحلول هو الموضوع بمنتهى البساطه بالبلدي، هو دلوقتي الكيو اكشوال اكبر من الكيو الاول، فانا عاوز العب في الكيو اكشوال دي، ده على اعتبار يعني ان التربه انا مش هقدر العب فيه. فالكيو اكشوال لو انا عايز اقللها، لو انا عايز اقلل الاجهادات الناتجه عن الاحمال اعمل ايه؟ قال لك ممكن اقلل عدد الادوار عشان اقلل الاحمال، او ممكن استخدم طوب ابيض بدل طوب احمر عشان اقلل الوول لود. ممكن لو التربه دي وحشه اعمل لها تحسين تربه علشان ازود المسموح به، او لو التربه وحشه خالص بقى ملهاش حل ممكن استخدم اساسات عميقه، انزل بقى بالاحمال لغايه التربة الكويسة اللي موجودة على أعماق كبيرة من سطح الأرض بالخوازيق. أو بقى الحل الغير تقليدي شوية، إن المهندس يقعد مع المالك يقول له بص يا ريس، أنا عارف إن أنت ما كانتش من أولوياتك نعمل بدروم، بس الحقيقة أنا شايف إن وجود البدروم دلوقتي أساسي. فدي أهم الحلول اللي موجودة عندك. أنا يهمني فيهم الحل الأخير ده، اي حل من اللي فات دول انت تقدر تعمله. احمال فالكيو اكشوال هتقل. انا مشكلتي يا باشمهندس في اخر حل ده افهمك ايه قصه ايه البدروم. هل
حالة وجود بقى بدروم يا باشمهندس بنلاقي ان قطاع الاليفيجن ودي الخرسانة العادية ودي الخرسانة المسلحة. كان زمان بنحط في بقية المسافة دي ردن، وفوق الردن نحط دكة الايه العادية بتاعت الايه الارضي. هنا لا، قال لك الخرسانة المسلحة وبنحط على راسها على طول الايه اللايف لود بتاع البدروم والباقي هوا. خلاص بقى انسى بقى ارضية الارض مش قصتك. اما راحت فين ارضية الارض يا باشمهندس؟ ارجع اقول لك بقت سقف من الاسقف، احماله بتروح للكمرات ومن الكمرات للاعمدة ومن الاعمدة للبش، فانسى خلاص. طيب فايه الاختلاف اللي بيحصل؟ ان معادلة الكيو اللابل اللي انا عارفها كيو اللابل نت زائد جاما سويل ديبس فاونديشن، هطرح منها المرة دي وزن العادية ووزن المسلحة واللايف لود بتاع ايه؟ بتاع البدروم. مفيش ردم، في حاجة كانت بتنطرح هنا اللي هي وزن الردم ما بقتش موجودة، بقى مكانها هوا، فالكيو اللابل تزيد. ده الحاجة التانية كمان ان وجود دور البدروم خلى عمق الحفر كبير، بدل ما كان مثلا متر ونص او متر بقى 4 متر عشان تاخد دور كمان تحت الارض. فقال لك يعني الدبس فاونديشن ده بقى 4 متر، الدبس فاونديشن كبر، فده يخلي كمان الكيو اللاول تكبر. فبالبلدي كده الكيو اللاول زادت عشان حاجتين، عمق التأسيس زاد او منسوب التأسيس، بلاش نقول منسوب التأسيس بقى، عمق الحفر زاد. لو عايز تكتبها ملحوظة الكيو اللابل زادت لان عمق الحفر زاد وما بقيناش بنطرح وزن الرد. ده التغير الجوهري اللي موجود في المعادلة. في هنا ملحوظات بقى مهمة انا مجمعها لك. اول ملحوظة يا باشمهندس بعرفك ان عمق الحفر هنا بقى 4 متر لانك محتاج دور كامل تحت الارض، انما في حالة اللبشة اللي بدون بدروم عمق الحفر بيبقى متر ونص مترين وهكذا، فده طبعا بيخلي الكيو اللابل تزيد هنا. الحالة التانية اللايف هتاخد اللايف لود اللي في المعادلة دي بتلاتة من عشرة طن على المتر المربع. الملحوظة التالتة يا باشمهندس بقول لك خلي بالك بقى لو انت مصمم ومريت بالخطوات اللي انا بقول لك عليها وكنت مش عامل بدروم والمسألة ما سيفتش فرحت عملت بدروم، فاكر لما لسه كنت بقول لك دلوقتي ان خلاص الارضي واحماله بقى بيتنقل زي اي سقف للقمر ثم للاعمدة، فبقول لك خلي بالك لو كان مثلا انت شغال في حالة عدم وجود بدروم، عدم وجود بدروم اللي هي الحالة اللي فاتت، لو كنت شغال مثلا على 10 ادوار ما تنساش ان الارض دلوقتي انضاف لك في حالة وجود البدروم فتشتغل على 11 دور، لان الارض دخل في اللعبة كده، بقيت بتتكلم عن محصلة احمال جاية من المنشأ من 11 دور مش 10 بس. اللي هي ايه الدور الزياده اللي جه ده اللي هو سقف البدروم اللي هو ارضيه الارض دي اللي انا عمال اعلم لك عليه ده، خلاص بقى زيه زي اي سقف، ما بقاش بيروح مباشره على نفخ التربه. طيب اخر حاجه بقول لك بس في حاله وجود الاحمال العرضيه، الكود المصري بيقول لك ان في المعادله زود الكيو اللابل نت بمقدار 33% سواء بقى المعادلة الأولانية أو الثانية. ليه بنزود ال 33% ديت؟ يعني الكود دايما بيبقى وجهة نظره في حسابات الأحمال العرضية ده هي سواء زلازل أو رياح إن تأثيرها مؤقت يا باشمهندس
وما بيجيش، يعني الزلزال لو جه بيجي مثلا مره ولا حاجه في العمر تاثيره بسيط. فلما تاخد تاثير حاجات مؤقته كده مش دائمه، جميع الاكواد على فكره بيبقى عندها فلسفه ان هي تزود المسموح بيه شويه، لان انت اخدت في الاعتبار حاجه اصلا ممكن ما تاثرش اصلا على المنشا. فبما انك خدت في الاعتبار حاجه ممكن ما تاثرش على المنشا وخدتها في الديزاين، الكود بيدي لك شويه سماحيه في المسموح بيه. حد عنده اسئله في ازاي نحسب الكيو الاول؟ تمام يا هندسه. هو كان في حد عايز يسال في حاله وجود بدروم؟ هو دلوقتي ما بيسالش، فواضح ان هي الدنيا وضحت يعني. لو عايز يسال يسال. لا باشمهندس، انا مش ما كنتش اسال على حاجه جوه يعني، كانت في العموم. كانت كنت انا حددت في الحسابات يعني، مثلا كانت فرقت معايا في الكيو لو النت حوالي 2 او 2.5 زياده فسيفت معايا، بس كده كنت انا محدد استخدام البدروم صح يعني، محدده مثلا ان هو جراج. ماشي. ما كانش ينفع بقى مثلا الملك بعد كام سنه يعني، انا خدتهم وزودت بيهم دور او دورين زياده. ما ينفعش الملك بعد كام سنه مثلا يعملوا مخزن مثلا. هو لو عمل، انت خلي بالك، ما انت بتفهم الملك ان انت ال... 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 البدروم ده متصمم على احمال جراج. لان انا خدت في التصميم مثلا لو مخزن، لا ده ممكن اوصل لارقام عاليه في ال... في اللايف لود وكده. ايوه ما انا معاك. ما هي القصه ديت على فكره هي قصه دايما مشاكسه ما بين المهندسين وما بين المالك. المالك بيبقى متخيل انه يقدر يعمل اي حاجه. ايوه. يقدر يجي في دور يشاور رمل على البلاط، او يجي على 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 يعمل تعليق للمنشأ بتاعه بدون ما يرجع للمهندس. فهي دي اصلا المشاكل اللي دايما بتحصل يعني في يعني في معظم او في بعض الاحيان، بلاش نقول معظم، لما بيحصل مثلا عيب في المنشأ او شروخ او عيوب او ميل او ايا كان، ممكن تبقى ناتجه عن خطأ في الاستخدام. ان انت مصمم المنشأ على طبيعه استخدام، والمنشأ اصلا استخدم بطريقه تانية خالص. وده احد الاسباب على فكره اللي هتاخدها في موضوع التدعيم والترميم. لو انتوا بتاخدوا المقرر الاختياري دوت، هتلاقي دايما الدكتور رضا بيقول لك في كل مره هو ليه ايه اسباب ظهور العيوب والشروخ. من احد اسباب ظهور الشروخ في المنشأ ان المنشأ تم استخدامه بطريقه غير الطريقه اللي اتصمم عليها، ان هو مثلا استخدامه سكني استخدم اداري، او استخدام زي ما انت بتقول كده البدروم، استخدامه بدروم جراج سيارات استخدم كمخازن، وهكذا. ومن ده كتير بقى. فالمفروض المالك بيبقى عارف ايه الفكره بقى، هو بقى ايه الحاجه طبعا كده كده بتاعته هو بقى المسؤول عنها يعني. انما انت بتبقى في شغلك واضح وعامل ديزاين ومسستم نفسك ومسستف نفسك يعني، اللوحه طالعه مثلا من المكتب عندك مكتوب فيها ان البدروم جراج سيارات، خلص انت شلت من المسؤوليه من عن نفسك. تمام، شكرا يا باشمهندس. نعم. الكيو اكشوال بقى دي مفيش اسهل منها اصلا، لان دي معادله النورمال ستريس اللي انت واخدها في سنه اولى في الاستراكشر اناليسيس. لو انت عندك الليبشز اللي احنا متعودين عليها، المستطيل او المربع ده، والنقطه السمراء هي محصله الاحمال الراسيه، فبقول لك اول حاله في حاله احمال راسيه بس والليبشه منتظمه، فتاخد لي كده من الليبشه منتظمه سهم، واقول لك بقى يعني ايه اصلا الليبشه منتظمه. هتكتب لي جنب السهم ده ان يوجد لها محور تماثل واحد على الاقل، لازم يتحقق محور تماثل واحد. يعني ايه محور تماثل واحد؟ يعني المحور ده اللي هو بيمر بالسي جي لازم يكون بيقسم المساله نصين، لازم يكون اليمه الشمال هي بالظبط اليمه اليمين، يكون بيعمل ميرور، يكون في تماثل. لازم محور واحد من المحورين على الاقل يكون محور تماثل، ساعتها اللبشه دي بتبقى لبشه منتظمه. ساعتها بقدر استخدم معادله النورمال ستريس اللي انا حافظها انا وانت. اكيد انت في المحاضره اتعرضت ان لو اللبشه دي بقى ما بقتش منتظمه، يعني ايه ما بقتش منتظمه؟ العكس بقى،
مفيش ولا محور محور تماثل، ساعتها بنقول ان المعادله دي بنحط ستارات الام اكس ستار على الاي اكس ستار، وهنا في الام واي بنحط ام واي ستار على اي واي ستار، ودي تالت مساله معانا. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في العمل في الحاله العامه والاسهل والايه والغير عمليه. مش هيحصل معاك الكلام ده في الواقع يا باشمهندس انك تلاقي ان اللبشه منتظمه، زي ما انا قلت لك في الواقع العملي بتلاقي اللبشه بتبقى واخده اشكال غير منتظمه خالص، ولا مربعه ولا مستطيله بالشكل ده. طيب معادله النورمال ستريس ار على اي زائد ام اكس على الاي اكس في الواي زائد ام واي على الاي واي في الاكس. بفكرك بس ايه الار دي؟ التوتال فيرتيكال ستريس، محصله الاحمال الراسيه. الام اكس طبعا نظرا لوجود مركزيه او لا مركزيه، مش عارف بغلط فيها كل مره لما اقولها، لا مركزيه دي اي واي ودي اي اكس. فلما اضرب محصله الاحمال الراسيه في الاي واي تديني العزم حوالين محور اكس، ولما اضرب محصله الاحمال الراسيه في الاي اكس هيديني العزم حوالين محور واي. التلاتة دول انما الار والام اكس والام واي تاخد لي منهم كده سهم وتكتب لي عليهم ستريننج اكشن، بنسميهم ستريننج اكشن. طيب بعد كده هتلاقي عندك حاجه اسمها الاي، دي الاريا مساحه اللبشه، وهتلاقي حاجه اسمها اي اكس عزم القصور الذاتي حوالين محور اكس، واي واي عزم القصور الذاتي حوالين محور واي، والثلاثه دول بنسميهم البروبريتيز اوف اريا. يبقى دول ستريننج اكشن ودول بروبريتيز اوف اريا. الحاجات دي سهله قوي ان هي تتحسب، مفيش اي مشكله. حسبتهم بدخل اعوض في المعادله بحسب قيمتين اف ماكسيمم واف مينيمم. ايه الاف ماكسيمم؟ اللي هي هنا في المساله اللي قدامي دي النقطه ده اهي. الار على ايه ضغط، والعزم اللي حوالين محور اكس اللي هو العزم ده في الحاله اللي قدامي دي جاي يضغط الربع الاول، ففي ضغط برضو جاي على النقطه ده اهي من ام اكس، والعزم ام واي جاي برضو يضغط الربع الاول، فالنقطه دي برضو جاي لها ضغط من ام واي. فبنلاقي ان النقطه ده اهي اللي هي اعلى نقطه في الكورنر اليمين فوق دي هي عليها الماكسيمم ستريس، وفي المقابل الناحيه الثانيه النقطه دي عليها المينيمم، لان هتلاقي العزمين بيشدوا في النقطه دي. الحاله الثانيه لو الاحمال الراسيه واللبشه منتظمه، بس عايز احط بقى الاحمال العرضيه في اتجاه محور اكس، نفس المعادله يا باشمهندس. القصه كلها ان انت حاطط حمل في اتجاه اكس. الحمل اللي في اتجاه اكس ده لو انت فاكر الاليفيجن كان مثلا على ارتفاع معين من وش الاساس، يعني لو دي الاساسات بتاعتك اللي هي اللبشه، فالحمل ده طبعا الحمل ده بتحسبه ازاي؟ قرصانه. المفروض اصلا يعني عندي معلومه كده ان انت غالبا خدت الموضوع ده في الخرسانه خلاص، اللي هو موضوع الزلازل. المهم ان انت عندك حمل بتضربه في المسافه دي يديك عزم. لما يبقى الحمل في اتجاه اكس اكس هتلاقي ان العزم بقى حوالين مين؟ محور واي. هنحفظها كده بقى يا باشمهندس، الحمل في اتجاه اكس يبقى العزم بتاع الاحمال العرضيه اللي هو ام واي لاترال، يبقى العزم حوالين محور واي، ولو الحمل في اتجاه واي يبقى العزم حوالين محور اكس، بالتبادل كده. هو دلوقتي الاحمال في اتجاه محور اكس، كل اللي هيتغير يا باشمهندس في الحسابات بتاعتك ان انت هتقول الام اكس ما اتغيرتش،
هي الام اكس اكسنتريستي، الام اكس الناتجه عن لا مركزيه الاحمال اللي هي كانت في الحاله اللي فاتت اصلا. الام واي بس اللي هيزيد عن الام واي اكسنتريستي هيزيد عليها الام واي لاتر. دي بتتحسب ازاي؟ قصه خرسانه، المفروض انك بتاخدها الاكبر من قيمتين، الام رات الام لاترال ويند والام لاترال ايرث كويك. المفروض انك في الخرسانه عرفت بقى انك هتروح تحسب احمال الرياح وتحسب احمال الزلازل وتاخد العزم الاكبر من العزمين، يبقى هو ده الام واي لاترال. بالمثل تمام يا باشمهندس، لما تبقى الاحمال العرضيه في اتجاه محور واي واي ايه اللي هيختلف؟ كل اللي هيختلف ان هيحصل ام اكس لاترال، الواي معاه ام اكس لاترال، الاكس معاه ام واي لاترال. كل اللي هيختلف في الحسابات ان الام اكس المره دي اللي هيزيد على الام اكس اكسنتريستي ام اكس لاترال، انما الام واي هتفضل زي ما هي. كده انا خلصت معاك ازاي نحسب الكيو اكشوال، بس في ملحوظه صغيره عايز اقول لك عليها، اوقات الديزاينرز ما بياخدوش بالهم منها. الملحوظه دي يا باشمهندس معلومه اسرائيليه لنفسك، عشان بعد كده لو انت بتعمل ديزاين وخدت بالك منها بدعي لي. يعني لما بتروح تحسب الام لاترال، انا قلت لك بتاخد الاكبر من قيمتين، ام لاترال ويند وام لاترال ايرث كويك، وقلت لك ان الكلام ده هتاخده في الخرسانه، ومفيش مشكله لو حد عنده اي سؤال في القصتين دول ممكن ما نتناقش فيهم في اي وقت غير السكشن. يعني المهم ان انت حسبت ام لاترال ويند، الكود بيقول لك ان الام لاترال ويند اللي انت حسبتها ديت هي وركينج. هي تفرق معاك حاجه وركينج ولا التيميت؟ اقول لك اه تفرق معايا، ما انا نسيت اقول لك يا باشمهندس ان معادله النورمال ستريس دي قايل لك من زمان تقريبا في اول سكشن ان لازم كل الستريننج اكشن اللي هي الار والام اكس والام واي لازم الثلاثه دول يكونوا وركينج. انا ما بعوضش بالتيميت في المعادله دي. يعني تخلي بالك وانت بتعمل ديزاين محصله الاحمال تبقى وركينج والام اكس تبقى وركينج والام واي تبقى وركينج. فلما اجي اقارن بقى ما بين عزم الرياح وعزم الزلازل، عزم الرياح جاي اساسا وركينج ما فيهوش مشكله، المشكله في الثاني بقى الام لاترال ايرث كويك، ده مش وركينج. اللي هتحسبه من طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ اللي هي الطريقه اللي احنا شغالين بيها طبقا للكود المصري، دي مش وركينج، دي التيميت. فعلشان اعوض بيها في المعادله دي لازم اعمل ايه؟ لازم اقسم على 1.5 مثلا، يعني ما هي التيميت، فعشان احولها من التيميت لوركينج اعمل ايه؟ اقسم على 1.5. لا احنا بقى الكود المصري قالها صريحه ان هي التيميت ومتاخد معامل الامان بتاعها 1.4. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك بره في الديزاين وانت بتصمم لنفسك لما تيجي تقارن بين القيمتين دول، انت بتقارن ما بين عزم الرياح مباشرة كده لان هو اصلا وركينج، وبتقارن ما بين عزم الزلازل على 1.4 عشان تحوله من التيميت لوركينج، وبعد لما تقارن ما بينهم تاخد الكبير اللي تدخل تعوض بيه في المسألة. دي ملحوظة صغيرة بس انا كتبتها لك في الصورة دي، ان عزم الرياح اللي انت بتحسبه من طريقة الخرسانة او من طريقة الكود ده حمل تشغيلي وركينج ما فيهوش مشكلة، انما عزم الزلازل اللي هتحسبه بطريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ باستخدام الكود المصري ده حمل التيميت، لازم تقسمه الاول على 1.4 عشان تعوض بيه في مسائل تحقيق الاجادات. بس دي معلومه ليك، انما احنا طبعا هنا في الاساسات بنديك العزم جاهز وبندولك وركينج، ما بندخلكش احنا في قصه المقارنه دي ولا ال 1.4 ده، بنديك العزم جاهز وركينج.
لكن انا بقول لك في الحياه العمليه ايه اللي بيحصل معاك. حد عنده مشكله؟ حد عنده اي اسئله؟ طيب بص بقى، احنا هنبدا ندخل في المسائل. هما ثلاث مسائل، في مطالب في المسائل هتتكرر، فانا مش هاخدها بالتفصيل، بس المهم ان انت لو فهمت اللي فات هتلاقي التطبيق اسهل ما يمكن. ودايما المسائل اصلا بتبقى جايه في صوره حكايه حلوه قوي كده، تقعد تقراها كانك بالظبط عايش الحاله العمليه وبتعمل ديزاين. اول مساله، الراجل بيقول لك انت عندك مبنى سكني معمول فيه بدروم، البدروم ده استخدامه ايه؟ جراج سيارات. مديك منسوب التاسيس، مديك الكيو الاوبل نت، مديك سمك العاديه وسمك المسلحه، مديك الجاما سويل، ومديك ابعاد اللبش 20 في 20. الخطوه اللي بعدها التوتال لود اوف ذا ستراكشر 5250 طن. افكرك اقول لك ان ده وركينج، يعني في الغالب احنا عندنا في الاساسات الدكاتره ما بتلعبش معاك في الالفاظ وما بتحطلكش هنا كلمه التيميت، بس اديك عارف ان انت لو لقيت التيميت جنب توتال تقسم على طول الرقم ده على 1.5. وبيقول لك ان الحمل ده بيأثر على الرايت توب كوارتر، مديك الاكسنتريستي في اتجاه اكس والاكسنتريستي في اتجاه واي، ومديك العزم الناتج عن الاحمال العرضيه في اتجاه اكس اكس، يبقى العزم ده ام واي لاترال، ومديك العزم في حاله اعتبار الاحمال العرضيه في اتجاه واي واي، والعزم ده ام اكس لاترال. وأقول لك ملحوظة سريعة وما تكتبهاش ورايا وتنساها، طريقة الحمل الاستاتيكي المكافئ بتاعتنا بتاعت الخرسانة، ما تكتبهاش الملحوظة دي بس لنفسك مش أكتر. طريقة الحمل الاستاتيكي اللي احنا بنستخدمها في الخرسانة بتطلع دايما ان الام اكس لاترال من الزلزال، يعني ايرثكويك هو بالظبط الام واي لاترال. يعني لما تشتغل برضه هتلاقي ان ال 800 دي هي هنا 800، مش هينفع الرقمين يكونوا مختلفين. بس اقول لك وارجع اقول لك، احنا هنا بنطبق، احنا هنا مش في قصه انت ازاي تحسب الام اكس لاترال والام واي لاترال، دي قصه بتوع الخرسانه هم اللي بيعلموها لك. لكن انا بس بعرفك ان في الطبيعي او في الواقع بتبقى القيمتين دول متساويين، لان هي دي طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ، بتجيب لك عزم في الاتجاهين متساوي. طيب ندخل بقى في المساله، مساله عاديه جدا، بيقول لك بقى عايزك تعمل لي تحقيق اجادات مره تحت الفيرتيكال لود ومره تحت فيرتيكال لود ولاترال لود. قبل بس ما اكمل انا عايز اقول لك بس ملحوظه، الجزء ده اللي هو اصلا جيفن بيتجاب منين؟ بيتجاب من الايتابس. الحمل الكلي ده والاكسنتريستي والعزم حوالين اكس والعزم حوالين واي، طبعا العزم حوالين اكس والحزم حوالين هتجيبه من طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ. يعني انت ممكن كمان بلاش تاخد المستطيل كله كده، خلينا ده بس اللي هو التوتال لود بكام والاي اكس بكام والاي واي بكام، التلات قيم دول انت بتجيبهم من الايتابس. اما العزوم ده انت بتجيبها بطريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ بتاعه الكود المصري اللي انت المفروض تدرسها او درستها في الخرسانه. تعال بقى نعمل تحقيق اجادات. اول خطوه يا باشمهندس الاريا بروبرتيز كانوا ثلاث حاجات، مساحه واي اكس واي واي، ده مستطيل او مربع 20 في 20 مساحته 20 في 20 400 متر مربع. طب والاي اكس موازي عمودي تكعيب على 12، يعني 20 في 20 تكعيب على 12 يطلع الرقم الكبير ده
خلي بالك بقى الارقام دي بتبقى كبيره، فانا مش هقعد اقولها بقى في السكشن، هضيع نص سكشن علشان اقول 13333 وتلت. الاي واي هي نفسها موازي عمودي تكعيب على 12، وعلشان الارض مربعه هتطلع نفس الرقم. خطوه دي سهله جدا، الخطوه دي اصلا. تاني خطوه نحسب على طول بقى الكيو ان لاب والكيا يا باشمهندس في السخن، على طول نحسبها الاول. عندك بدروم؟ انا عندي بدروم، بدروم واستخدامه جراج، جراج سيارات. يبقى دي معادله البدروم، وعرفنا جت منين، عوض تعويض مباشر بس. طبعا سمك العاديه كان مديهولك، وسمك الخرسانه المسلحه كان مديهولك، وقال لك ان ده بدروم سيارات، يبقى اللايف لود ب3.10، وعمق التأسيس أو عمق الحفر كان مديهولك ب4.5 متر. الكيو الاول هي كيو الاول نت اللي جاية من تقرير التربة، واللي جيفن في المسألة ب10 طن على المتر مربع، زائد جاما سويل في الدبسو فاونديشن. الجاما سويل كانت 1.7 في الدبسو فاونديشن اللي هو ب4.5. أهو يا باشمهندس 4.5 أهي، وهو برضو مديك جاما سويل ب1.7. ناقص بقى نبدأ نطرح كثافة العادية 2.2 في سمكها اللي هو 3.10، كثافة المسلحة 2.5 في سمكها اللي هو 1 متر، ناقص لايف لود البدروم 3.10، تديني الحسبة دي 14.19 طن على المتر مربع. في حالة الأحمال العرضية كل اللي بيحصل إن الكيو اللاب والنت ده بنزودها بمقدار 33%، فالألاول ده يزيد شوية. لما تحسب نفس الحسبة بالظبط بس تحط جنب الكيو ألاول نت 1.3، يديك إن الكيو ألاول بقى 17.49 طن على المتر المربع. أظن مفيش أسهل من كده. باشمهندس هو أنت خضتني على فكرة، قول اتفضل. معلش انا لا يا عم ولا يهمك، قول. الاستخدام البدروم هنا كان ايه؟ استخدامه هنا كان جراج سيارات. تمام، يعني جراج يبقى الجراج ما بيبقى بدروم سيارات 3.10 اللايف لود. تمام شكرا. دي كده انا خلصت من خطوه الاريا بروبريتيز ومن خطوه الكيو ال. نجيب بقى الكيو اكشوال علشان نقارن ونعرف المساله سيف ولا انسيف. دول مربعين تايهين مالناش دعوه بيهم، هيفضلوا معانا كده لاخر السيشن، سيبك منهم. الفيرتيكال لود انا عايز اجيب الستريننج اكشن بقى الار والام اكس والام واي عشان ادخل اعوض في معادله بتاعه الكيو اكشوال، اقارنها بالكيو الاوبل، اقول سيف ولا انسيف. قلت لك ان الار دي بتيجي من الايتابس وهي جيفن في المساله، بيقول لك 5250 طن، دي كانت جيفن في المساله يا باشمهندس، محصله الاحمال بكام؟ هو الراجل بس كان مديك في المساله الاي اكس دي بكام والاي واي دي بكام. الراجل يعني عنده عشم انك تتعب شويه في الخطوه الجايه دي، انك تقول ان الام اكس هي ام اكس اكسنتريستي عباره عن ار في الاي واي، العزمة حوالين اكس هيجي من ضرب محصلة الأحمال في الاكسنتريستي اللي في اتجاه واي. الرقم ده كان جيفن في المسألة. المهم بس إنك ما تتلخبطش، ما تاخدش الإي اكس تعوض بيها هنا. الإم اكس هي ار في إي واي، ولما تاخد الإي واي تقرا الإي واي صح من راس السؤال، ما تتلخبطش ما بينها وما بين الإي اكس. هتعوض تعويض مباشر هيديك الرقم ده. طب والام واي هي ام واي اكسنتريستي، هي ار في اي اكس المره دي، برضو الاي اكس جيفن في المساله، اقراها صح بعد اذنك ما تبدلش، هيديك ايه 1575 طن متر. كده انا بقى معايا الستريننج اكشن وبقى معايا البروبيرتيز اوف اريا، اقدر اعوض في معادله الكيو اكشن. الكيو اكشوال ماكسيمم الضغط اللي جاي من محصله الاحمال زائد
الضغط اللي جاي من العزمة حوالين X زائد الضغط اللي جاي من العزمة حوالين Y، وهي النقطة ده هي. اللي فهمنا ان العزمة حوالين X و Y هنلاقيهم بيضغطوا في الربع الاول بس في نفس الوقت بيشدوا في الربع الثالث، وبالتالي النقطة دي هي العلامة المينيمم. وبالتالي قلت ان هي الضغط اللي جاي من الار ناقص الشد اللي جاي من العزمة حوالين اكس. ما هو ما دام العزم بقى بيشد يبقى انا هطرح ناقص الشد اللي جاي من العزمة واي. هدخل اعوض تعويض مباشر يا باشمهندس، خلاص كل حاجه معايا، الار معايا والام اكس والام واي والاي والاي اكس والاي واي. يتبقى لك بس معلومه صغيره افكرك بيها، هي ايه الواي دي يا باشمهندس وايه الاكس؟ دي احداثيات، لو انت عايز تاخد منهم سهم كده وتقول تكتب جنبهم احداثيات النقطه المدروسه بالنسبه للسي جي. خد من الاكس والواي دي سهم وتكتب عليهم احداثيات النقطه المدروسه بالنسبه للسي جي. هو فين السي جي يا باشمهندس؟ هنا السي جي اهو، هي النقطه دي اللي في النص، احداثيات النقطه ده اهي. ايه بالنسبه للسي جي؟ ما يقلبش كانت 20 في 20، يبقى احداثيات النقطه دي 10 و10، واحداثيات النقطه دي المفروض طبعا سالب 10 وسالب 10، بس احنا بنهمل الاشارات بتاعه الاحداثيات عشان ما تبقاش تاخد الواي ده اهي والاكس ده اهي تاخدها باشارتها السالب. لو خدت سالب يروح مع السالب يتجمعوا، يبقى كانك بتحسب اصلا بمعادله الكيو اكشوال ماكسيمم. هي يعني هو في فلسفتين في موضوع الكيو اكشوال بس انا مش عايز اخوض فيها دلوقتي، انك تعتبر احداثيات النقط تحطها موجب وسالب والقصص دي، دي الطريقه اللي انت خدتها في النورمال ستريس في السنه الاولى. بفكرك كده كان الدكتور ايمن سليم هيقول لك الار اللي هي محصله الاحمال لو شد تاخدها موجب، لو ضغط تاخدها سالب. الام اكس لو شد، يعني ايه لو شد؟ قال لك لو كان بيشد في الربع الاول تاخده موجب، لو كان بيشد في الربع الاول او انا اسف بيضغط في الربع الاول تاخده سالب. دي قصه كده كنا بناخدها او فلسفه طبعا الاصح والاشمل، وده درس النورمال ستريس اصلا. الفلسفه ديت احنا ما بنشتغلش بيها هنا لسهوله المساله، احنا هنا بنعتبر دايما ان اجهادات الضغط هي اللي موجبه وبنطرح منها اي اجهاد شد، والاحداثيات بنعوض عنها دايما موجب. حد وقع مني؟ طيب عموما سيبك من سنه اولى، اللي يعني اللي مش فاكر موضوع سنه اولى والاشارات دي، انا بس بقول لك ان في سنه اولى كنا بناخد موضوع الاشارات ده في الحسابات بالظبط يعني، والاحداثيات كمان كنا بنعوض عنها بالاشارات. هنا لا، فاحداثيات الماكسيمم 10 10 واحداثيات المينيمم 10 10، والقصه كلها ان لو العزم كان بيشد احط بس جنبه اشاره سالب. فالكيو اكشوال مينيمم نفس المعادله بالظبط، بس البلس بقت سالب، حتى احداثيات النقطه ما اتغيرتش، بقت 10 10 هي هي نفسها 10 10. لما تقارن الكلام ده بالكيو الاوبل فيرتيكال لود هتلاقيها ان هي انصيف. الحاله الثانيه لو انت عندك فيرتيكال لود ولاترال لود في اكس اكس، قال لا على طول تكتب جنبها، ده اللي هيحصل هنا ان انا عندي ام واي لاترال. كل اللي هيحصل يا باشمهندس الار زي ما هي مش هتتغير، الام اكس مش هتتغير، هي نفسها الام اكس اكسنتريستي، والام واي اللي هيحصل بس ان الجزء ده اللي هو اصلا كان 1575 من السلايد اللي فاتت هزود عليه الام واي لاترال اللي كان ب 800 فزاد شويه، وارجع اعوض في نفس الايه المساله، وهي نفس النقطه دي عليها الماكسيمم ونفس النقطه دي عليها المينيمم، وعوض نفس التعويضه. كل اللي اختلف ان الام واي هنا
بدل ما كانت 1575 في السلايد اللي فاتت بقت 2375. المينيمم الزوائد بقت ايه؟ بقت ناقص. بقى معايا كيو ماكسيموم معايا كيو مينيمم اقارنهم المره دي بكيو الاول لاترال لود اللي هي كانت فيها 33% زياده في الكيو الاول نت. فهتلاقي ان المساله سبحان الله بقت سيف. حسابات هي الحسابات بتطلع كده. والكلام ده اكيد راجع لان احنا مزودين الكيو الاول نت بمقدار 33%. فده خلى المسموح به يزيد شويه فالمساله سيفت. اخر حاله بقى انا مش هقولها معاك خلاص يعني اللي فهم الحاله اللي فاتت هي الحاله دي عشان بقى ما نضيعش وقت. كل اللي اتغير ان اللاترال لود بقى في اتجاه واي واي. يبقى العزم الناتج عن الاحمال العرضيه بقى ام اكس لاترال. فكل اللي اتغير في المساله ان الام اكس هو اللي زاد بمقدار 600 طن متر جيفن الرقم ده جيفن في المساله. فبقى 1912 والام واي بقى زي ما هو 1575 اللي هو الرقم الاصلي اصلا اللي هو الناتج عن لا مركزيه الاحمال اللي هو ام واي اي. وتعوض تعويض مباشر تجيب الكيو اكشوال تقارنها بالقلاب واللاترال لود تلاقي ان المساله سيف. حد عنده يا باشمهندسين مشكله في المساله دي؟ المسألة صعبة فيها أي حاجة مبهمة؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام طيب يعني. ماشي يا باشمهندس. المسألة الثانية احنا قلنا هنحل ثلاث مسائل دي الثانية. المسألة دي بغض النظر ان هي التطبيق فيها برضو احنا في الكلية بس هي المسألة مهمة لان هي برضه جزء كبير من الواقع العملي اللي ممكن تتعرض له. دلوقتي زبون عنده بيت الراجل عنده أمل إنه عايز يعمل تعلية. عايز يبني دور دورين تلاتة زي ما تيجي تيجي والراجل بقى ملتزم المالك ملتزم ورايح لمهندس ما بيبنيش إيه بمزاجه. بيقول له أنا عاوز أبني أدوار ينفع أبني ولا ما ينفعش أبني؟ البيانات سمك العادية 30 سنتي، سمك المسلحة 90 سنتي، الجاما سويل ب 1.7، أبعاد الليبشة 12 في 15، كاتب لك هنا وذ ذا لونج سايد إن إكس دايركشن 15 وده ال 12. منسوب التأسيس 2 متر، أوبس ده واضح كده ان مفيش بدروم يا باشمهندس. دي كانت ميزه ليا. واضح كده ان مفيش بدروم. هو مش واضح ده اكيد. استنى الاذان يا باشمهندس.
نكمل يا باشمهندسين. مديني الكيو الابو نت اللي بتبقى موجوده في تقرير التربه بواحد كيلو جرام على سنتيمتر مربع. المره دي اداك الار الاحمال اللي جايه من دور واحد بيبقى كام؟ 250. واداك الاي اكس بتاعتها والاي واي بتاعتها، واتفقنا ان الثلاث قيم دول بيجوا من الايتابس. واداك العزم لما تدرس الاحمال العرضيه في اتجاه واي بكام، والعزم لما تاخد في الاعتبار الاحمال العرضيه في اتجاه اكس بكام. بغض النظر بقى عن المطالب دي، المفروض انت اللي تفكر اصلا. دلوقتي الراجل جاي يقول لك كمهندس انا عاوز اعمل تعالية وعاوز اعرف اقدر ابني كام دور زيادة، فانت المفروض تتخيل اصلا ان الخطوات هتبقى كالاتي. انا الاول اصلا اشوف اللبشة على وضعها الحالي بالاربع ادوار الموجودين بالفعل سيف ولا انصيف للفيرتيكال لود وللفيرتيكال لود مع اللاترال لود. لقيت ان اللبشه سيف، اقوم بقى اسال نفسي وادخل بالحسابات اشوف اقصى عدد ادوار ممكن اضيفهم للمنشا بحيث ان اللبشه تفضل سيف في حاله الفيرتيكال لوحده وفي حاله الفيرتيكال مع اللاترال. ده التفكير المنطقي اللي اصلا مطلوب منك في المساله. شيك على اللبشه في وضعها الحالي، ثم احسب عدد الادوار اللي يلزموني بحيث ان اللبشه تفضل سيف، ثم اخر مطلوب بقى يا باشمهندس. الراجل بيقول لك فرضا يعني بقى، خلينا نتامل ونتخيل كده ان كان في دور بدروم تخيل كده ان الراجل ده كان جاي لك اصلا من الاول بيقول لك ده انا عندي البيت بتاعي بدل ما هو اربع ادوار بس ده بدروم واربع ادوار، يعني كان عامل بدروم. الراجل عايز يحسسك بالايه، بالارقام، فبيقول لك هات لي برضو كام عدد الادوار اللي الراجل ممكن يضيفهم ويعمل تعليه كام دور. يبقى كانك بتعمل التعليه دي مره لزبون جاي لك باربع ادوار بس، ومره لزبون جاي لك باربع ادوار وبدروم. فبيقول لك احسب مره كده ومره كده، بس هتلاقي ملحوظه صغيره. طبعا بما ان في بدروم الفاونديشن ليفل المنسوب التاسيس هيختلف بأربعة ونص متر، والكيو الاوبل نت كمان بتختلف لان هي مرتبطه بعمق ايه، بعمق الحفر. فبدل ما انت كنت شغال على اتنين للزبون الاولاني هتشتغل على اربعة ونص، وبدل ما انت للزبون الاولاني كنت شغال على كيو الاوبل نت بواحد هتشتغل بواحد واحد من عشرة. تعالى بقى ندخل في خطواتنا. اول خطوة الاريا بروبرتس او البروبرتس اوف اريا، المساحة 12 في 15 الاي اكس موازي عمودي تكعيب، يبقى 15 هو الموازي في 12 تكعيب على 12. الاي واي موازي عمودي تكعيب على 12، يبقى المره دي 12 في 15 تكعيب على 12. اول حاله الزبون الاولاني اللي جاي لك باربع ادوار وما عندوش بدروم، ونحسب الكيو اللاب والمره للفيرتيكال ومره لللاترال. دي معادله الفيرتيكال لود. التعويض الكيو الاب والنت كانت ب 10، الجاما سوير كانت 1.7 من 10،
الدبس فاونديشن كان ب 2 متر، ده الزبون الاول. جاما بلانك كونكريت في تي بلانك كونكريت سهله خالص، جاما رينفورسد كونكريت في تي رينفورسد كونكريت. الجاما فيل احنا دايما في الاساسات بناخد الجاما فيل ب 1.6، الرقم ده احفظه الجاما فيل، الا بقى طبعا لو اداك رقم في المساله في الجيفن. الجاما سويل اللي كان مديهالك في المساله اللي هي الجاما سويل ده اللي هي 1.7 اللي جيفن في المساله، انما الجاما فيل احنا دايما بنعوض عنها ب 1.6. في التيفل اللي هو 8/10، خلي بالك التيفل ده برضو انت اللي بتحسبه، هو بيبقى مديك جيفن في المساله عمق الحفر 2 متر وسمك العاديه وسمك المسلحه، يبقى 2 ناقص 3/10 ناقص 9/10 يديك 8/10 اللي اتبقوا، وهم دول عمق الايه عمق الرد اللي هو التيفل. ناقص جاما يعني احنا قلنا دي اللي هي وزن هي دي مكتوبه غلط، جاما بلان كونكريت في تي بلان كونكريت اللي هي ارضيه الارضي او دكه الارضي، كثافه دي غلط، ما هي جاما رينفورس الكونكريت دي غلط هتبقى 2.5، لا هي غلط، دي زي ما احنا كنا كاتبينها في الاول عباره عن جاما بلان كونكريت في تي بلان كونكريت، ودي اللي هي قلت لك عليها وزن دكه الارضيه بتاعت الاي ارضيه الارض، يبقى ناقص 2.2 × 10 × 15 يعني خلي بالك ان البلاطه دي غلط هي مش مسلحه، يعني انت لو طابع او بتكتب ورايا ما تكتبش رينفورسد كونكريت، دي ارضيه الارض دي مش مسلحه، دي بتبقى ده دكه من العاديه. ناقص اللايف لود اللي اتفقنا هناخده في حاله ان هو سكني بربع، هيديك المسموح بيه بكام؟ طلع ب 8.63 طن بر متر سكوير، نفس المعادله بالظبط في حاله اللاترال لود، كل اللي هيتغير ان انا هضرب الكيو الاوبل نت في 1.33. طبعا انا مش مهندس بس للعلم يعني بالشيء، انت في الامتحان مش مطلوب منك ترص القوانين دي، تدخل على طول تعوض المساله. خلي بالك سهله بس انت لو قعدت تفصصها كده هتقعد فيها كتير والامتحان بيبقى طويل، فانت في الامتحان دوس، لو انت عاوز تدوس يعني عايز تكتب القانون مره واحده بس ما تكتبوش تاني، اكتبه مره واحده وما تكتبوش تاني، بس ما تقعدش بقى. يعني انا عندي دلوقتي كذا كيس، ومره بدروم ومره من غير بدروم، القصص دي مش كل شويه هكتب القانون، فيا تكتبه مره يا ما تكتبوش اصلا، لان بس في ناس بتحب تكتبه عشان يبقى عينيها على القانون تعرف تعوض، يبقى تكتبه مره عشان وقت ايه وقت الامتحان بتاعك. الكيو الاو واللاترال تلعب الرقم ده، هندخل على اول حاله، حاله الفيرتيكال لود، ودي احنا حلينا زيها في المساله اللي فاتت، كل اللي اختلف في المساله دي بس حاجه واحده، ان الار وانت بتحسبه هو مديك دلوقتي حمل السقف الواحد، وانت معاك الزبون جاي لك باربع ادوار اصلا، يبقى 4 × 250 يبقى محصله الاحمال ب 1000، اضرب ال 1000 في الاي واي عشان اجيب ام اكس 250 طن متر. لو حد عنده مشكلة يوقفني، أنا بس بمشي بسرعة على أساس إن الكلام سهل، وأضرب نفس المحصلة اللي هي الألف دي في الإي إكس عشان أجيب إم واي تطلع ب 150 طن متر. زي ما أنا قلت لك التركة اللي هنا اللي هي أصلا هايفة بس تاخد بالك منها، إن الإي واي والإي إكس تعوض عنهم صح. تدخل في معادلة الاكشوال ستريس، اللبشة بتاعتك منتظمة واحمال رأسية مفيش اي مشاكل، دي برضو نفسها هي الكيو اكشوال ماكسيموم ودي الاكشوال مينيموم،
ايه اللي عرفني ان محصله الاحمال هنا؟ هو اللي قالك توب كوارتر. هو كان قايل في راس المساله ان هي في الربع الاول اللي فوق على اليمين، بيوصفها لك كده لفظي في المساله. توب رايت كوارتر، توب اللي هو الاعلى والرايت اللي هو الايمن، يبقى الربع اللي فوق على اليمين هتقع فيه محصله الاحمال، يبقى الربع ده اللي بينضغط والربع ده اللي العزوم بتشد فيه، فبالتالي دي المينيمم ودي الماكسيمم. عوض تعويض مباشر بعد ما جبت كل حاجه في المعادلتين، الاقي ان الماكسيمم بالرقم ده والمينيمم بالرقم ده، هتقارنه بالكيو الاوبل فيرتيكال اللي انا جبته في السلايد اللي فاتت، هتلاقي ان المساله سيف. الكلام بقى عمال يتكرر، انت بس عايز تاخد تاثير، عايز تعمل شيك ستريسز لللبشه بس مع اخذ في الاعتبار للاحمال العرضيه. طبعا هيبقى الكلام ده مره في اتجاه اكس ومره في اتجاه واي، يعني برضو خلي بالك من باب الدردشه قبل ما ندخل في المساله او في الخطوه دي. لما يقول لك شيك ستريسز اندر ذا رافت في حاله الفيرتيكال لود واللاترال لود ويسكت، بيقول لك احمال راسيه وعرضيه ويسقط، يبقى انت كده هتعمل اتجاه اكس واتجاه واي. دي بس من باب الدردشه العلم. لو قال لك شيك ستريسز اندر ذا رافت في حاله فيرتيكال لود ولاترال لود وسكت، يبقى انت لازم تدرس الاتجاهين اكس وواي. احنا دلوقتي في اتجاه اكس، يبقى على طول ايه اللي يحصل؟ بقى عندي ام واي لاتر، نفس الار ما اتغيرتش، نفس الام اكس ما اتغيرتش، الام واي زادت بس، بقت 150 زائد الام واي لاتر اللي موجوده في راس السؤال ب 200، يبقى 350. وعوض تعويض مباشر في معادله الكيو اكشوال، اجيب الماكسيمم واجيب المينيمم. كلام سهل، هتلاقي ان المساله سيف لما تقارنها بانهي كيو الاول. بفكرك تاني بالكيو الاول بتاعه حاله اللاترال لود اللي انا بضرب الكيو الاول النت فيها في 1.33. الحاله الثانيه او الحاله اللي بعد كده عايز اشيك كل ده. خلي بالك الزبون جاي لك باربع ادوار، انا بشيك اصلا الاربع ادوار دول سيف ولا لا. الاحمال في اتجاه واي واي، يبقى المرة دي عندي ام اكس لاترال، الار ما اتغيرتش، الام اكس بس هي اللي زادت بمقدار 300 فبقت 550، الام واي ما اتغيرتش، هي ام واي اكسنتريستي ناتجة عن لا مركزية الاحمال. حسبت الكيو اكشوال، كل حاجة معطى، بحسب الكيو اكشوال لقيت ان هي برضه سيف. ملاحظة بس أخيرة يا باشمهندسين قبل ما ننقل، بفكرك إن الإكس والواي هم إحداثيات النقطة المدروسة، فلما تيجي المرة دي على النقطة ده أهي، هتلاقي إن إحداثياتها الإكس بتاعها 7.5 اللي هي نص ال 15، والواي بتاعها ب6 اللي هي نص ال 12، فهتلاقي معوض هنا على الواي ب6 والإكس ب7.5. هي نفسها برضو احداثيات النقطة دي، احداثيات النقطة دي المفروض سالب 7.5 وسالب 6، بس انا اتفقت معاك ما بنعوضش في الاحداثيات بالوحدات، بنحطها زي ما هي بدون اي وحدات. تعالى بقى نشوف التعليق بقى، خلاص هي كده المسألة طلعت سيف، فمبدئيا كده الكلام مباشر، واضح ان المنشأ اصلا كان متصمم والدنيا سيف ومفيش مشكلة. نشوف بقى نقدر نعلي ولا لا. نعلي يعني انت اصلا مش عارف عدد الادوار، فهنفرض ان عدد الادوار بان، فلما تيجي تحسب الاسترينج اكشن، قال لك مش انا مديك وزن السقف الواحد لو تفتكر كان ب 250، يبقى لو ضربت ال 250 دي في عدد الادوار، يبقى انا كده جبت محصله الاحمال الكليه.
الار اللي هي التوتال عباره عن 250 اللي هو السقف الواحد في عدد الاسقف اصلا اللي موجود. يعني الار دلوقتي يا باشمهندس ب 250 ان يبقى الام اكس اكسنتريستي، انا بدرس دلوقتي فيرتيكال لود بس، هيبقى 250 ان في الاي واي فيطلع ب 62.5 ان طن متر. والام واي اكسنتريستي هيبقى 250 ان في الاي اكس يطلع ب 37.5 ان، خلي بالك هنا في ان ناقص طن متر، في هنا ان ناقص. اروح اعوض في معادله الكيو اكشوال وانا متوقع جدا ان انا معيش الان، هلاقي ان المعادله بعوض فيها مجهول اللي هو الان. هل المره دي انا بعمل شيك ستريسز؟ لا، ده انا بحسب عدد الادوار الماكسيموم. المعادله بتاعت الكيو اكشوال اللي هي ده اهي اللي فيها مجهول هو الان، واساويها بالكيو الابل فيرتيكال لان انا في حاله فيرتيكال لود بس، اللي انا كنت حاسبها في اول سلايد ب 8.63. معادله ما فيهاش غير مجهول واحد اللي هو الان، هجيب عدد الادوار يطلع 5.25 دور. تاخدهم 5 ولا تاخدهم 6؟ اخدهم 5. تقول لي ليه يا باشمهندس؟ اقول لك ما هو بالمنطق كده، انا لو خدتهم 6 يعني عمال ازود في الاجهادات الفعليه، فالاجهادات الفعليه تزيد عن المسموح به فتبقى المساله انصيف، وبالتالي دايما الرقم ده اللي هو عدد الادوار بيتم تقريبه للاقل. لو عايز تكتبها يتم تقريبه للاقل، فالخمسه وربع تبقى 5 عشان تبقى المساله بتاعتك سيف. يبقى اذا الراجل كان جاي باربع ادوار اصلا، وانا لما حسبت لقيت ان اقصى عدد ادوار 5، يبقى هو ما يقدرش يعمل غير تعالية دور واحد. يبقى ده القرار اللي انت هتديهوله، انت مش مسموح لك يا ريس تعلي غير دور واحد. نفس الكلام هنعمله بس المرة دي في اخذ في الاعتبار الاحمال العرضية في اتجاه اكس. ار هي 250 ان، ام اكس مش هتتغير لان ام اكس ام او الاحمال في اتجاه اكس يبقى ام واي لاترال على طول، فالام اكس مش هتتغير هتبقى 62.5 ان. الام واي هي اللي زادت بقت 37.5 ان زائد الام واي لاترال اللي هي كانت جيفن في المساله ب 200. باشمهندس عوض نفس التعويضه بالظبط، دي معادله الكيو اكشوال ماكسيمم اهي، واساويها المره دي بكيو الاول ايه؟ كيو الاول لاترال اللي فيها 33% زياده، كانت ب 11.93. هلاقي ان عدد الادوار المسموح به 6.97، يعني 6 ادوار. يعني حالة الزلازل مطلعة 6 أدوار وحالة الفيرتيكال مطلعة 5، تاخد أنهي رقم؟ أكيد هتاخد الخمسة يا باشمهندس، بتاخد الأقل عشان يسيف معاك كل حالات التحميل. الحركة دي بقى مكررة اقراها بقى في البيت. كل اللي هيحصل إن الواي دايركشن يبقى على طول إم إكس لاتر. فالإم إكس هي اللي زادت هي بمقدار 300 اللي كانت جيفن في المسألة. جاب الكيو اكشوال ماكسيمم سواها بالالاوبل، جاب عدد الادوار لقى 6 ادوار. فبعد ما درست 3 حالات تحميل، الفيرتيكال والفيرتيكال مع اللاترال في اتجاه اكس والفيرتيكال مع اللاترال في اتجاه واي، اديت للمالك القرار بتاعي ان انت الماكسيمم بتاعك 5 ادوار، ده اللي كان جاي من حاله تحميل الفيرتيكال بس، وبالتالي انت ما تقدرش تبني غير دور واحد كمان على اللي موجود دلوقتي اللي هم الاربعه. اخر مطلوب بقى يا باشمهندس، بقول لك تخيل بقى ان جالك زبون تاني
برضو باربع ادوار بس المره دي كان في بدروم، وبالتالي عمق الحفر زاد باربعة ونص. ولو تفتكر كان الكيو الابل كمان نت كانت اتغيرت من 1 كيلوغرام على سنتيمتر مربع بقت 1.1 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. ندخل في خطوة الكيو الابل بس المرة دي المعادلة بقت بتاعة البدروم، والتعويض فيها تعويض مباشر وسهل. انا مش هفصصها بقى زي ما كنت بفصصها في كل مرة، انا بس اللي بعرفك اللي اتغير المعادلة، ده رقم واحد اتغيرت عن الحالة اللي فاتت، لان اللي فات كان من غير بدروم، المرة دي بدروم. الالاوبل نت اتغير، بدل ما كان 10 بقى 11 طن على المتر مربع. الدبس فاونديشن اتغير، بدل ما كان 2 بقى 4.5 متر. هو في المطلوب ده كان طالب ادرس الفيرتيكال لود بس، فبالتالي انا ما جبتش الكيو الاول في حاله اللاترال لود. وفر وقتك يا باشمهندس واقرا السؤال كويس في الامتحان، ما دام ما طلبش حاله اللاترال لود ما تروحش تجيب لي بقى الكيو الاول لاترال اللي فيها 33% زياده في الالابل نت. نفس اللي احنا عملناه بقى في المساله اللي فاتت هنعمله تاني. انا عايز اجيب الماكسيمم فلور، يبقى انا هفرض عدد الادوار بN، وزن السقف الواحد ب 250، يبقى الR ب 250N، الام اكس اكسنتريستي ب 62.5N، نفس الارقام خلي بالك، والام واي اكسنتريستي ب 37.5N. شوف نفس الارقام بنفس الغلطه حتى، يعني هنا برضو ما تنساش تكتب جنب ال 37.5 دي N. هتجيب الكيو اكشوال ماكسيمم اللي هو الجزء ده، هتلاقي ان المجهول فيه ان، وتساويه بالكيو الاوبل فيرتيكال اللي هو المره دي بقى 15.44% في حاله البدروم. فاكر المساله اللي فاتت لما ما كانش فيه بدروم طلع الان بخمسه، وقلنا ان الراجل ما يقدرش يعلي غير دور واحد لان هو اصلا فيه اربعه. لما تعوض في المسألة ديت هتلاقي ان الان طلعت بتسع ادوار، تسع ادوار، تسع اسقف، بس المرة دي خلي بالك انا قلت لك من الاول لما بتدخل البدروم معاك ما تنساش ان سقف البدروم بتاعك بقى موجود في حسابات. يعني انا اللي عايز اقوله لك ان التسعة دول بقى عبارة عن بدروم، والأربع أدوار أصلا اللي الراجل جاي بيهم، فبدروم وأربعة بقوا خمسة، يتبقى لك من التسعة أربعة. يعني الراجل لو كان جاي بدل ما هو جاي بأربع أدوار بس كان جاي ببدروم وأربع أدوار، كانت التعلية بدل ما هي دور واحد كانت هتبقى أربع أدوار كمان. حد وقع مني؟ تخيل الفرق، نفس الزبون ونفس الارض ونفس كل حاجه، بس واحد جاي ببدروم واحد جاي من غير. اللي جاي ببدروم قلت له واديت له قرار اطلع باربع ادوار كمان، واللي جاي من غير بدروم يا عيني مش هيعرف يطلع غير بدور واحد. دي جملة نفس اللي أنا كتبته لك هنا على اليمين، تسع أدوار فيهم البدروم، يعني كأنك بتقول بدروم وتمن أدوار. التمانية دول هو أصلا جاي بأربعة، فيتبقى له إن هو يقدر يعمل تعلية بأربعة. آخر مسألة يا باشمهندس أنا مش هقراها معاك، خلاص الداتا سهلة وهي هي ما بتتغيرش. هو عاوز تحسب الماكسيموم والمينيموم ستريس على الوضع الحالي
الزبون كان جاي بأرضي وسبع أدوار، وكان برضو طالب يعرف لو عايز يعمل تعلية ايه أقصى عدد أدوار ممكن يضيفهم للمنشأ بتوعه. نفس المسألة اللي فاتت، كل اللي اختلف ان المسألة بقت شكلها بالمنظر ده. شوف بقى ده ايرور بقى حصل اهو في الباوربوينت، الانك او الحبر مش راضي يتمسح. سبحان الله، يعني بقى عندنا مربع كمان موجود اصفر. طيب ركز معايا، كل اللي اختلف في المساله ديت ان المساله بقت واخده شكل شبه منحرف. فسؤال يا باشمهندس، هي ايه الرسمه دي؟ دي قطعه الارض بتاعتك شبه منحرف، ودي المحاور اللي بتمر بالسي جي. راحت الحمد لله، يعني دي النقطه اللي هي سي جي بتاع الشبه منحرف، ودي المحاور اللي بتمر بالسي جي. ونسال نفسنا سؤال، هل المحور ده محور تماثل اللي يمينه زي شماله؟ لا. طب هل المحور ده محور تماثل اللي فوق زي اللي تحت؟ لا. يبقى اذا اللبشه دي اصبحت غير منتظمه. افكرك اقول لك ان اللبشه المنتظمه كان تعرفها على الاقل احد محاورها المار بمركز الثقل او السي جي محور تماثل، على الاقل محور من المحورين يكون محور تماثل. هنا ولا واحد محور تماثل، بقت اللبشه غير منتظمه. عارف ايه اللي هيتغير؟ كل الشغل اللي احنا عملناه هنعمله تاني، بس هنضيف عليه ان انا هحسب ام اكس ستار وام واي ستار واي اكس ستار واي واي ستار، بس لان دول المره دي اللي عوض بيهم في المعادله بتاعت النورمال ستريس. نفس الشغل تيبيكال يا باشمهندس، ان انا هجيب الاسترات. فلما ندخل بقى المساحه طلعت ب 560 متر مربع، والاي اكس بالرقم الفظيع ده والاي واي بالرقم الفظيع ده، اتبقى لك مطلوب او جيفن رابع بيظهر بس في حاله اللبشه الغير منتظمه. تكتبها كده اللي هو الاي اكس واي. الاي اكس واي ده ما بيظهرش ليه قيمه غير في حاله اللبشه غير منتظمه بس. تكتبها جنب الاي اكس واي دي في حاله اللبشه. الاي اكس والاي واي دايما يا باشمهندسين بيبقوا موجب، انما الاي اكس واي ده اللي ممكن ياخد اشاره موجب او سالب. طيب الاربعه دول بقى انا هحسبهم ازاي؟ بيبقوا جيفن في المساله يا باشمهندس. يا فرحتي، ما انا لما بصمم مش هيبقوا جيفن في المساله معايا. ايوه، يعني اللي حسبهم واداهم لي في المساله حسبهم ازاي؟ بالاوتوكاد. طيب ازاي بقى بتحسب الحسبه دي بالاوتوكاد؟ الحقيقه انا عندي فكره، انا ممكن اعملها معاكم لو حابين، ان احنا ممكن اسجل لكم فيديو ما يبقاش عليه غياب، يعني مش انت مش ممكن. اللي حابب يسمع فيه ازاي تحسب خواص الاريا بروبيرتس او خواص المساحه لاي شكل غير منتظم بالمنظر ده باستخدام برنامج الاوتوكاد هعمله. فانتوا ايه رايكم الموضوع هنعمله، ولا انتوا اصلا واخدين بقى دورات تصميم فعارفين القصه والدنيا سهله؟ لو مناسب ليك يعني. لا انا مناسب ليا، انا ما عنديش مشكله، هو الموضوع اصلا سهل ومش هياخد فيديو مثلا من تلت ساعه نص ساعه، بس انا بتكلم عموما الناس عندها حماس تعرف المعلومه دي
ولا سايبها لما تدخل في مشروع التخرج الترم الجاي مثلا تبقى تدور؟ لا يعني احنا ناخد في الوقت الفاضي احسن او بدري يعني. طيب عموما هي ما زالت فكره هدرسها كده برضو، هتكلم مع دكتور مصطفى بحيث ان لو كده ممكن يعمل فيديو، يعني يعمل سيكشن مجمع ايا يعني كان الفكره يعني اللي هتطبق. بس يعني زي ما انا قلت لكم انا عندي حماس ان النقطه دي اريحكم منها من دلوقتي، ان انت تبقى عارف ازاي الاريا بروبرتس بتتحسب ببرنامج الاوتوكاد من دلوقتي قبل ما تدخل في لخمه مشروع التخرج الترم الجاي. زي ما انا قلت لك بقى الفكره كلها ان انت محتاج بقى تحسب الاي اكس ستار والاي واي ستار، قوانين بتعوض فيهم تعويض مباشر. الاي اكس ستار هي عباره عن الاي اكس اللي بتبقى جيفن في المساله ده ناقص الاي اكس واي تربيع على الاي واي. الاي اكس جيفن والاي اكس واي جيفن والاي واي جيفن اللي بنجيبهم من الكاد، عوض تعويض مباشر اجيب الاي اكس ستار، هي دي اللي انا بعوض فيها في معادله النورمال ستريس اللي هي الكيو اكشوال، معادله الكيو اكشوال. الاي واي ستار عباره عن اي واي ناقص اي اكس واي تربيع على الاي اكس. القوانين دي حافظه يا باشمهندس، القوانين دي بتحفظ. لو عايز يعني تعرف طريقه بلدي تساعدك في حفظ القانون، الاي واي ستار دي عباره عن ايه؟ هي اصلا اي واي، الاي واي ستار هي اصلا بتساوي الاي واي. عارف لو كانت المساله بتاعتك لبشه منتظمه اللي هي المسالتين اللي احنا حليناهم، كان الاي اكس واي ده قلت لك كان هيبقى بصفر، فلما تيجي تعوض هنا في الجزء ده كان الاي اكس واي هيروح، فكانت الاي واي ستار هتساوي اي واي. عشان كده في المسائل اللي فاتت ما كناش بنجيب استارات، لان الاي واي ستار هو الاي واي اصلا. فلو عاوز تحفظها زي ما انا قلت لك بطريقه كده حلوه، تقول الاي واي ستار اصلا هي الاي واي، بس ظهور الاي اكس واي عمل مشكله، فقمت طارح من الاي واي اي اكس واي تربيع على الاي حوالين المحور الثاني اللي هو الاي اكس. يعني تاني كده بالراحه الاي اكس ستار، طيب تعالى ندرس كده. لو انا عايز احفظ الاي اكس ستار، الاي اكس ستار هي في الاصل اي اكس، هطرح منها حاجه، الحاجه دي ايه اللي سبب المشكله اصلا؟ ظهور اي اكس واي اهي، يبقى الاي اكس واي دي اللي هتنطرح اي اكس واي بس متربعه على، انا اصلا اي اكس واي اكس ستار يبقى على اي واي المحور الثاني. دي طريقه كده انا ايه بحفظ بيها المعادله دي، واكيد الناس كلها بتحفظ اصلا المعادله دي بالطريقه دي يعني. بص بقى يا ريس الكلام مكرر، انا بس عرفتك فكره المساله، هو مفيش بدروم، فانت هتجيب الكيو الاول فيرتيكال والكيو الاول لاترال. اللي هراجعه معاك هنا بس هو كان مديك حمل الدور الواحد ضربته في 8 جبت الار توتال، كان مديك الاي اكس والاي واي، وبيقول لك ان خلي بالك محصله الاحمال هنا، يعني دي النقطه اللي عليها الماكسيمم ودي النقطه اللي عليها المينيمم، العزوم بتضغط في المربع ده وبتشد في المربع ده. الام اكس سهله، ام اكس اكسنتريستي والام واي اكسنتريستي سهله. الجديد ام اكس ستار والام واي ستار، هما دول اصلا اللي انا هعوض بيهم في المساله، القوانين بتاعتهم حفظ برضه يا باشمهندس. وبنفس الطريقه ممكن تقول ان الام اكس ستار لو انت عاوز برضه تحفظها، هي في الاصل كانت ام اكس ناقص اللي عمل المشكله وجود اي اكس واي في اللبشه غير منتظمه، يبقى ناقص اي اكس واي على، انت بتدرس حوالين اكس يبقى على المحور الثاني اي واي.
وتضرب الفراكشن او النسبه دي في الام واي اللي هو برضو العزم حوالين المحور التاني اللي هو القانون ده. دي طريقه برضو ممكن تحفظ بيها ايه المعادله، بقول لك لو هي صعب او القانون لو هو صعب. جبت الام اكس ستار والام واي ستار، خلي بالك بفكرك تاني ان الاي اكس واي دي ممكن تبقى باشاره سالبه، هتعوض عنها باشارتها. بفكرك تاني الاي اكس واي دي بتبقى باشاره سالبه وهنا ما عليهاش تربيع، هنا مش متربعه، فالاشاره هتفرق في الحسبه دي. هتعوض في الكيو اكشوال ماكسيموم كيو اكشوال مينيمم، بس زي ما انا قلت لك كل اللي اختلف الاستارات اللي ظهرت دي واللي انا خلاص حسبتهم بنجاح هو شويه قوانين محفوظه. كل اللي انا عايز استعرضه معاك بس بسرعه، احداثيات النقطه ده هي ايه؟ الاكس بتاعها، الاكس بيساوي ال 30 ناقص ال 14، والواي بتاعها ب 9.75. طب والنقطة ده ايه؟ اللي فوق على اليمين، النقطة اللي فوق على اليمين هيبقى الاكس بتاعها ب 14 والواي بتاعها ب 20 ناقص 9.75. دي احداثيات النقط المدروسة اللي لازم تستنتجهم من الرسم صح. طب الرسمة دي اصلا جبتها منين؟ بتبقى جيفن في الايه؟ في المسألة، والمفروض ان انت بتعرف مكان السي جي وبتعرف خواص الشكل من الاوتوكاد عمليا. يعني جبت الكيو اكشوال ماكسيمم كيو اكشوال مينيمم، قارنتهم بالقلاول، عرفت المسألة بتاعتي سيف ولا انسيف. خلاص المسألة بقى مكررة، كل اللي حصل ان بقى في لاترال لود في اتجاه واي واي، الار زي ما هي واي واي، يبقى انا عندي على طول ام اكس لاترال، يبقى الام اكس عبارة عن ام اكس اكسنتريستي زائد ام اكس لاترال. معايا ام واي ما اتغيرتش، الاقي نفسي اصلا لبشة غير منتظمة، فاجيب الام اكس ستار الاول واجيب الام واي ستار الاول وعوض في معادلات الكيو اكشن واقارنهم بالقلاب اللي هو موجود القلاب. اخر مطلوب واخر حاجه في السكشن، عدد الادوار افرضه بان، كلام مقرر، الار ب 580 ان، 580 ده كان وزن السقف الواحد، يبقى الام اكس اكسنتريستي ب 580 ان في الاي واي، والام واي اكسنتريستي بال 580 ان في الاي اكس. هو كان بيدرس حاله فيرتيكال لود بس، هو اللي قايل لك في السؤال ادرس لي حاله الفيرتيكال لود بس، يبقى مفيش اي عزوم لاترال. اجيب ام اكس ستار وام واي ستار، تعويض مباشر في القوانين، بس المره دي القوانين بقت بدلاله الان. فبقى الام اكس ستار والام واي ستار بيطلع لي بدلاله الان، دالة في الان عدد الادوار. اجيب الكيو اكشوال ماكسيمم، خلي بالك بس ان انت المعادله اللي بتاخدها هي معادله الكيو اكشوال ماكسيمم، هي دي اللي بتساويها بالقلاول. يعني لما تدخل احداثيات النقطه اللي هي اكس وواي تدخل احداثيات النقطه الماكسيمم اللي هي واي ب 9.75 والاكس ب 16، بتدخل احداثيات النقطه الماكسيمم دي اللي عندها الماكسيمم ستريس اللي بتساويه بالقلاوي. كان عدد الادوار 9 ادوار، خلي بالك 9 ادوار، وتقريبا اصلا الزبون كان جاي بثمان ادوار، يعني برضو التعليه المسموح بها دور بس. خلاص كده كده السكشن يعتبر خلص، ويمكن كان مطلوب في المساله النمبر اوف فلور فور ذا كيس، ده كان مطلوب كمان في المساله في حاله الفيرتيكال لود واللاترال لود في اتجاه واي واي. خلاص بقى سيبها لك تقراها،
lateral load في اتجاه واي واي تكتب على طول جنبها يعني ام اكس lateral. في الامتحان اعمل كده عشان ايه؟ عشان تبقى واخد بالك على طول. يبقى الام اكس هي اللي هتزيد بمقدار الام اكس lateral اللي هي 500. نفس الحسبه 580 ان 145 ان 87 ان، ال 500 بس دي زادت على الام اكس. هنجيب ام اكس ستار ام واي ستار ونعوض ونساوي الكيو اكشوال ماكسيمم بالكيو الاو ونجيب عدد الادوار. راجع كده السلايد دي علشان انا ما قلتهاش بالتفصيل زي اللي فات، ولو في حد عنده اي اسئله يبقى يسالني او يبعت لي او يسالني السكشن الجاي. هو كده السكشن الحمد لله خلص. حد عنده اي اسئله؟ السكشن والشيت نزله بس خلص ولا لسه؟ السكشن انا نزلته بس نزلته متاخر يعني الساعه 3 الفجر امبارح كده او النهارده، انما الشيت لسه بس انا هنزله يعني.